بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بقى باقي النيرسنج دياجنوزز بتاع البيدياتريك تروما، وكنا واقفين عند حاجة اسمها الأكيوت بين، يعني العيان ده أو الطفل ده أما جاله تروما إصابة، يعني طبعا جاله بين، جاله بين شديد جدا، أكيوت بين يعني بين شديد جدا في الوقت اللي هو جاله الإصابة. طيب هنعمل إيه بقى شورت تيرم جولز؟ قال لك البيشنت ويل ريبورت بين للزان 3 أون 0 أو 10 سكيل، يعني بنقول للعيان ده قول الألم بتاعك ما بين 0 ل 10، يعني أنت لو الألم شديد جدا يبقى 10، الألم اقل شده يبقى 9، يبقى 8، يبقى 7، كل ما انت نازل كل ما الالم بيقل. لو العيان بقى اقل من 3 يبقى العيان ده بقى البين عنده بقى كويس، يعني الالم عنده بقى كويس مش شديد قوي خالص ولا هو ما فيش خالص، لا هو في شويه بين بس قليلين. تاني حاجه بيشنت فايتال ساينز ويل بي وذن نورمالز، يعني العلامات الحيويه بتاع العيان بتبقى في الطبيعي. تمام، ده الجولز اللي احنا عايزين نحققها في وقت قصير. طب عايزين نحققها في وقت طويل، قال لك العيان بقى خلاص يبقى ما عندوش بين خالص، يبقى فري اوف بين، ما عندوش اي الم خالص. طيب نطبق ده ازاي؟ اول حاجه اسس البين، يعني قيم البين، شوف البين ده عامل ازاي. اول حاجه الكاركترستكس، الكاركترستكس بتاع البين، خصائص البين، كواليتي يعني جودته، هل هو شارب، هل هو حاد قوي ولا بيحرق ولا ايه، السيفيريتي يعني الخطوره بتاعته، يعني شدته قد ايه. قال لك لو هو مفيش بين خالص يبقى زيرو، لو هو واحد او اتنين او تلاته، كل ما انت طالع لغايه 10 كل ما يبقى اشد. لوكيشن، مكان الوجع فين، اونست بدا امتى، جراديوال ولا لا، يعني جراديوال يعني ايه، يعني بدا بالتدريج ولا بدا صادم ولا بدا على طول، يعني جالك البين على طول ولا قاعد يزيد من تحت لفوق 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 لغايه ما يبقى قوي. ديوريشن، قاعد معاك قد ايه، هاو لونج، يعني قاعد معاك مثلا الوجع ده قاعد معاك مثلا ساعه ساعتين 10 دقايق على حسب. تاني حاجه البريستيتنج والريليفنج فاكتورز، ايه العوامل اللي بتؤدي الى البين، بتزود البين، والريليفنج العوامل اللي بتقلل البين، تمام، تقلل الالم. يعني هتعمل اجود اسيسمنت اوف البين والهيلب ان تريتمنت، طبعا اما تعمل تقييم كويس للالم والهيلب ان ذا تريتمنت ده هيساعدك عشان تعالج العيان ده، اند اون جوينج مانجمنت اوف البين، وازاي تستمر في معالجه البين بتاع العيان ده. طيب في الاخر بقى في النتيجه قال لك البيشنت ريبورتس، البيشنت بيقول لك بقى ان البين بتاعه از 3 اور ليس، البين بتاعه بقى اقل من ايه، اقل من 3 او اقل من 3 او اكتر، تمام، عن على السكيل. يعني انت قلت له مثلا البين بقى بعد ما احنا عملنا ادينا لك العلاج وظبطناك كده، الالم بتاعك بقى عامل ازاي، هيقول لك ده بقى اقل من 3، انا حاسس ان هو خف خالص بقى اقل من 3، يعني في شويه بين بس قليلين خالص، تمام. انترميتنت اند شارب انسيشن، بيبقى متقطع يعني بيروح ويجي، وشار بيبقى حاد في الانسيشن اريا، في مكان الانسيشن، في مكان الجرح، تمام، لو انت هتعمل ايه، لو انت هتعمل جرح ولا حاجه في العمليات، تمام. طيب يبقى ده اول حاجه انترفنش. تاني حاجه برضو هنلاحظ الفايتال ساينز زي اللي احنا قلناه قبل كده، شوف بقى التاكي كاردا، زياده ضربات القلب، زياده ارتفاع ضغط الدم، زياده التنفس، عنده زياده في درجه الحراره، ده كله بيجي مع البين، بيجي مع الالم، تمام. اما بقى البين ده يروح يبقى العيان ده بيبقى الفايتال ساينز بتاعته، الاشارات الحراريه بتاعته تبقى وزن نورمال، تبقى وزن طبيعي خالص. assess for non-verbal signs of pain، شوف العلامات اللي ممكن تؤدي الى pain، assess for non-verbal signs، verbal signs الحاجات اللي هو non-verbal اللي هو مش العيان مش عارف يقولها، non-verbal يعني ما بيقولهاش ببقه، ما بيقولهاش بيقول لك مثلا عندي كذا وكذا وكذا، لا في حاجات هو ممكن ما يقولهاش، دي اسمها non-verbal، لكن الفيربال بدون non دي بتدل ان العيان ده بيقول لك انا عندي كذا، لو نون فيربال احنا العلامات اللي هي انت شايفها ممكن تؤدي للبين بس العيان ايه ما بيقولش عليها. قال لك سم مش بيشنت، بعض العيانين مي فيربالي ديناي بين، بعض العيانين بالفم كده او بالكول بيديناي يعني بينكروا ان هم عندهم الم، وين ات از ستيل بريزنت، اما يكون لسه موجود، يعني مثلا يقول لك ايه، تقول مثلا عندك الم هنا يقول لك لا بس هو بيحس بالالم، تمام. طب انت بتعرف ازاي؟ قال لك الريستلسنس، عدم الراحه، وان ابيليتي تو فوكس، وعدم القدره ان هو يركز، وفراونينج وجريمزنج وجاردنج اوف ذا اريا، يعني هو بيحمل المنطقه اللي هو فيها الالم ده، تمام، بيحمل المنطقه اللي هو فيها الالم ده، وبيبقى فراونينج يعني او فراونينج يعني هو شخص زعلان عبوس، جريمزنج يعني شخص ان هو بيكشر او متضايق، وجاردنج بيحمل الحته اللي هو فيها، فانت اول ما تتدك على الحته ديت اول حاجه راجع ايه ساحب ايده وجاي على الحته يقول لك لا يا دكتور ما تلمس الحته ديت، وبتلاقيه كده ان هو ايه الدنيا بتوجعه وبتاع، تعرف ان هو لسه في الم عنده، يعني هو في الم عنده بس هو مش راضي يقول لك، تمام. مي بي نون فيربال ساينز، وده ديت اشارات للالم اللي هو بدون ان هو العيان يتكلم، يبقى العيان ممكن يقول لك في الم عندي، وفي عيان ممكن يقول لك لا ما عنديش الم بس هو عنده الم جواه. طيب
قال لك نون نو نون فيربال ساينز اوف بين نوتد. لو انت بقى جيت بعد كده وتدخلت وشفت، ممكن ما تلاقيش ايه، ممكن ما تلاقيش اي علامات للايه، للبين اللي عندك. طبعا هتدي حاجه انالجيزكس، انالجيزكس يعني هتدي ايه، مسكنات از اوردر كمان الدكتور طالب منك، اند ايفالويت ذا افكتفنس، وقيم تاثير المسكنات دي. قال لك هتدي ناركوتكس ار انديكيتد فور سيفير بين. ناركوتكس دي هي الحاجات بتديها للالم الشديد جدا. بين ميديكيشنز ار ابزوربت، ادويه الالم بتمتص اند ميتابولايزد، وتروح يحصل لها ميتابوليزم ديفرنتلي ان اتش بين، يعني باختلاف في كل عيان، يعني كل عيان على حسب. So their effectiveness must be assessed after. عشان كده تأثيرها لازم تقيمه بعد ما تدي الايه، بعد ما تدي الدواء ده. يعني انت هتدي الالم، هتدي الدواء العيان حلو، وتشوف تأثيره، لان الدواء بيختلف من عيان لعيان. في عيان مثلا بيقول لك بيشرب مخدرات، فتيجي تدي المسكن ما يأثرش معاه، لان المخدرات دي بتمحي او بتخلي الالم عنده شديد. في عيان مثلا تديله ويجيب معاه، يجيب معاه افكت، يعني يجيب معاه تاثير في ساعه، وعيان تاني يجيب معاه تاثير في ساعتين، وهكذا. يبقى على حسب كل عيان. فقالك الانالجيزك المسكنات جيفن از اوردر اللي انت هتديها له، بيشنت ريبورت ساتسفاكتوري بين ريليف. البيشنت بقى يعني متشبع باللي هو خلاص انا بقيت كويس جدا وعندي بين ريليف، عندي ان الالم بتاعي بقى خف بعد ما اديتني الايه، بعد ما اديتني الدواء اللي هو بتاع الالم يعني. بعد كده اسس البيشنت اكسبكتيشنز اوف البين ريف، يعني قيم تاثيرات البين ريف اللي هو بعد كده العيان بقى، هل هو هتحصل على ان البين بتاعه ما بقاش فيه ولا لا. قالك سام بيشنت ار كونتنت ويز ريدكشن البين، بعض العيانين ما عندهم نقص في البين، ما عندهمش الم شديد قوي يعني. اذر مي اكسبكت كومبليت انيميشن، في بعض العيانين التانيين عندهم ما عندهمش اي الم خالص. يبقى في شويه عيانين عندهم ريدكشن البين، يعني الالم عندهم خف بس لسه موجود برضو، وفي بعض العيانين عندهم كومبليت انيميشن، يعني الالم عندهم خف خالص. قال لك ذيس افكت هذا التاثير ذا بيشنتس بيرسبشن اوف الافكتفنس اوف تريتمنت، بعد هذا التاثير بيقول لك ان العيان بقى، العيان بيقول لك او بيتصور تاثير ايه، بيتصور تاثير التريتمنت بعد كده. طيب قال لك البيشنت ستيتس، البيشنت بيقول لك يعني اي وونت سام ريليف، انا محتاج بعض الراحه. اي نو سام بين ويل ستيل اكزيست، يعني بيقول لك في شويه بين عندي، في شويه الم عندي لسه موجودين، انا عايز علاج تاني عشان الالم عندي مخفش قوي. طيب اسيس فور كومبليكيشن تو الانالجيزكس سبيشالي الريسبيراتوري ديبريشن، طبعا بيقول لك ايه، قال لك تقيم المضاعفات بتاع الانالجيزكس اللي هي المسكنات، خصوصا الريسبيراتوري ديبريشن اللي هو الاحباط بتاع الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي ممكن يبقى مش كويس. فقال لك اكسسيف سيديشن اللي انت تدي له كل مهدئات كتيره، مهدئات انت بتديها له كتيره يعني، اند ريسبيراتوري ديبريشن او الراجل ده يبقى هادي على طول، والريسبيراتوري ديبريشن حصل هبوط في الجهاز التنفسي بتاعه، ده سيفير سايد افكتس، ده اعراض جانبيه شديده جدا زي نيت ريبورتد ايميديتلي، لازم تبلغ بيها الدكتور في الحال. ذات مي اكواير دي كونتينيويشن اوف ميديكيشن، يعني بتقول لك وقف العلاج بتاع الانالجيزك ده، لان العلاج بتاع الانالجيزك ده بيهدي العيان قوي وبيخلي يعمل ريسبيراتوري ديبريشن. ممكن يحصل حاجه اسمها رين ريتنشن، احتباس في البول، ممكن الواد الراجل ده يشعر ان هو عايز يرجع او يرجع، وعنده كونسبشن امساك، ده كان اولسو اوكيور، ده ممكن يحدث ويز ناركوتيك يوز، ده بيحدث مع الناركوتيك يوز اللي هو الايه، اللي هو الادويه الايه، ادويه المسكنات، اند نيد ريبورتد، لازم تبلغ على طول اند تريتد عشان تبلغ بيها الدكتور وتعالجها في الحال. طبعا قال لك ايه، لو انت بقى تدخلت في الحال والدنيا زي الفل، قال لك نو كومبليكيشن اوف ان انجيزيسيا نوتد، ما فيش اي اعراض او ما فيش اي مضاعفات من الانجيزيسيا انت بتديها للعيان. طيب بعد كده قال لك انتسيبيت ذا نيد اوف فور البين ريليف، يعني شارك في احتياج البين ريليف اند ريسبوند ايميديت تو كومبلينتس اوف البين، يعني بيقول لك ايه انت يعني بيقول لك توقع الحاجه اللي انت تقلل الالم بتاع الشخص ده، اند والاستجابه اند ريسبوند ايميديت تو كومبلينتس، واستجابه واستجيب بسرعه ل كومبلينز اللي هو شكاوى الالم. يعني واحد جاي لك وطبعا انت عارف ان هو عنده الم، فاديله عنده الم شديد فاديله، تمام دي له علاج يعني. بعد كده شويه قال لك لا ده انا الدنيا عندي بايظه وانا برضو عايز علاج وبتاع، لان الالم عندي شديد، فانت تستجيب لشكاوى العيان، ونفس الكلام تتوقع الاستجابه من العيان على طول للالم. طيب از موست افكتيف واي تو ديل ويز بين از تو بريفنت ات، يعني اكتر سبب افكت، يعني اكتر سبب مؤثر ان انت تتعامل مع البين ده، الالم ده اللي انت تمنعه، اللي انت مش تدخل البدري، تدخل مبكر يعني، كان ديكريز توتال اماونت اوف انالجيزيك اركو، لو انت دخلت بدري ده هيقلل كميه الانالجيزيك، كميه الادويه المسكنات انت بتديها للعيان ده. تاني حاجه، تالت حاجه كويك ريسبونس ديكريز، اللي هو الاستجابه السريعه للعيان
استجابة سريعة، عشان لو الألم ده عنده حاجة، لو الألم ده شديد يعني، قالك لو انت استجبت سريع للألم ده، ده هيقلل من بيشنت انكزايتي، هيقلل من قلق العيان regarding having their needs met and demonstrate caring. يعني ايه؟ اول ما تحس ان العيان ده عنده مشكلة على طول اديله العلاج، ده هيقلل من قلق العيان واحتياجاته اللي هو عايزها هتتنفذ and demonstrate caring، ويبدأ بقى يوضح لك الرعاية اللي هو عايزها. patient reports pain، patient بيقول لك عندي pain as soon as it started، يعني بدأ امتى؟ تمام، يقول لك البين اللي جالي بمجرد اللي هو بدأ امتى بقى يا دكتور؟ انا مش يقول لك يا دكتور انا اول ما يجي لي الم انا هقول لك. فبيشنت ريبورت يعني بيقول لك البين بمجرد اول ما يبدأ، يعني اول ما البين يبدأ يقول لك يا دكتور انا جالي البين ده. طيب بعد كده قال لك اليمينيت، هو اليمينيت اديشنال ستريسورز، يعني قلل الحاجات اللي بتعمل ستريس، بتعمل ضغط تاني هو بوسيبل كما هو يمكن، وبروفايد ريست بيريودز، ووفر له الراحة وفترات راحة وسليب والنوم والريلاكسيشن والهدوء. فقال لك اوت سايد سورسز اوف ستريس، يعني المصادر الخارجية بتاع الضغط والانكزايتي والقلق اند ليك فوسيبو ونقص النوم، دي كلها حاجات بتزود البرسبشن، الاحساس بالبين. واحد ما بينامش كويس، واحد في ضغط عليه، في انكزايتي، فتلاقي ان هو حاسس بالالم على طول. بيشنت ابيرز ريلاكسد، بيشنت بقى لو انت تدخلت معاه وظبطت له الدنيا، البيشنت بيبقى ريلاكسد، بيبقى هادي وبينام كويس ثرو ذا نايت، في الايه؟ في بالليل. انستيتوت نون فارماكولوجيكال ابروتش تو البي، حط حاجات نون فارماكولوجيكال، حاجات مش ادويه بتقلل البين، زي حاجه اسمها ديتراكشن وريلاكسيشن اكسرسايز وميوزك ثيرابي. يعني الراجل ده تخليه يلعب رياضه، تخليه يخش في حاجه اسمها ميوزك ثيرابي اللي هو العلاج عن طريق الموسيقى والريلاكسيشن اكسرسايز والتمارين المهدئه للاعصاب والحوارات ديت، ودي تراكشن اللي هو التقليل من ان مثلا انت تتقلل ان انت تفكر مثلا في القلق وتفكر في البين، فكر في حاجه ثانيه. يقول لك مثلا لو انت تدي حقنه لواحد، كلمه في حاجه قبل ما تديله حقنه، تحس ان الحقنه ما جابتش، يعني ايه، ما وجعتوش يعني. ما علينا، قال لك النون فارماكولوجيكال الابروتش، الحاجات اللي انت النون فارماكولوجيكال اللي انت بتعملها مش ادويه، ده هيلب ديستراكت البيشن، بيساعد العيان ان هو فروم البين، ان هو فالحاجات اللي انت اللي هي النون فارماكولوجيكال اللي هي حاجات بس مش ادويه، ده زي العلاج بالموسيقى، ده طبعا ديستراكت البيشنت، يعني بيخلي انتباه البيشنت يروح لحته تانية خالص من البين، يعني ما بقاش يفكر في الالم اللي هو عنده، لو كل ما يفكر في الالم يوجع اكتر. الهدف من كده ان انت تقلل التنشن، تقلل الضغط اللي عليه عند ثيرابي وذير باي والهازر ريدوس، بتقلل البين اللي عليه. طبعا لو انت عملت له الكلام ده كله، قال لك البيشنت از ريلاكسنج، البيشنت بيبقى ريلاكسيشن في مرحله الاسترخاء باي يوزنج نون فارماكولوجيكال تكنيك اوف تشويس، يعني بيستخدم الحاجات اللي هي مش ادويه. تمام، يعني مثلا واحد جالك عنده البين الم، وانت مثلا بتقول له مثلا فكر في حاجه كانت بتحبها، فكر مراتك يضربك بالشبشب والكلام ده، فبيفكر ولا حاجه، في التفكير ان هو يفكر في حاجه تانية ويسيب الالم اللي عنده، ده بيخليه ان هو يبقى كويس، يبقى الالم بيقل عنده. تمام، طيب if the patient is on patient control analgesia، يعني لو العيان ده على من اصله انالجيزي، على مسكن من اصله، قال لك ايديكيت ان انترافينوس لاين فور بي سي اي اونلي، يعني ايه؟ يعني حط انترافينوس لاين، يعني احط انترافينوس لاين خاص بالبي سي اي، خاص بالانالجيز اللي عنده، يعني احط له مثلا كانيولا او احط له حاجه وهياخد فيها حاجات بتاع البين بس، بعدين اسس البين ريليف وقيم ان استجابه الشخص ده للالم، ان هو يهدى، بين ريليف يعني يهدى، عند الاماونت اوف البين وكميه الالم اللي عنده از ريكويستنج، كميه الالم اللي عنده قد ايه. educate البيش، علم العيان significant others on correct use of البي سي اي، علم العيان اهميه او الاستخدام الصحيح للبي سي اي اللي هو الكنترول بيشنت كنترول ده انرجيزا اللي هي المسكنات تتحكم فيها. فقال لك دراج انتراكشن مي كيور، اللي هو التدخل ما بين الادويه مع بعض ممكن يحصل. if dedicated line is not possible consult the pharmacist before mixing drugs، يعني لو انت هتدي العيان ده حاجه اسمها بيشنت كنترول انرجيزا وهتدي كمان دواء معاه، اتصل بالدكتور الصيدلي وقول له، قول له انا قبل ما ادي الدوايين مع بعض دول، هل ممكن يعملوا انتراكشن مع بعض؟ يعني ممكن يدخلوا على بعض ويعملوا مشاكل ولا لا؟ تمام؟ قال لك اف ديماندس فور ذا دراج ار فريكوينت، يعني لو متطلبات الادويه او الدواء متكرره، ذا بيزل اور لوك اوت دوز مي نيد تو بي انكريز تو كفر ذا بيشنت بين، يعني بيقول لك لو انت لو الدواء او العيان ده عايز دواء كتير، يعني ديماندس يعني متطلبات الادويه، العيان ده كل شويه عايز دواء، فريكوينت يعني عايز دواء كتير، يا اما الدواء الاساسي او الدواء اللي هو اللي بيحافظ على ان الالم يقل عنده. فبيقول لك لو انت هتدي له كل شويه دواء فلازم تزود الدرع، مين نيد تو بي انكريز الدوز
اللي هي الجرعه لازم تزيد عشان تغطي الالم بتاع العيان، لان كل ما تديله نفس الدواء كل مره ممكن العيان يجي له مقاومه من الدواء ده، يعني ما يجيبش معاه نتيجه، يجيب معاه نتيجه بالعافيه. تمام. طيب قال لك اف ديماندز فور ذا دراج، لو متطلبات الادويه ار فيري لو، قليله، ذا بيشنت مي نيد فارذر اديوكيشن، بتعلمه استخدام البي سي اي اللي هو بيشنت اند كنترولد انالجيزي، ذا بيشنت اند سيجنيفيكانت اذرز مي اندرستاند ذات البيشنت، يعني العيان والاخرين ممكن يفهموا العيان ذات البيشنت ايه، ذات البيشنت بس مفيش حاجه ثانيه يعني. بيقول لك ايه البيشنت اند سيجنيفيكانت اذرز، العيان التكمله بتاعتها هي ان المريض از اونلي كنترول هو شود كنترول البي سي اي، البي سي اي اللي هو الحاجه اللي بتركبها عشان تقلل لك الالم. تمام. هو المريض بقى يقول لك مثلا لو انا الالم عندي شديد فبعلي الحاجات اللي بتحكم في الالم. عارفين الولاده بدون الم، هو الولاده بدون الم يعني الست بتخلف عادي وتفتح قيصري وبعدين تخش الاوضه بتاعتها، بعد ما تخش الاوضه بتاعتها بتركب لها محلول كده اسمه محلول اللي هو بيمنع الالم، ده محلول كده بتركب في الكانيولا وبتلبسه كده سلسله حواليها، عامله عامل شكل بالونه كده فيها محلول كده، المحلول ده بينزل بمقدار معين كل مثلا دقيقتين او ثلاثه. تمام. لو الالم شديد بتعلي المحلول ده، لو الالم بسيط بتقلل المحلول، تقلل المحلول لغايه ما ايه يبقى كويس. تمام. فديت عباره عن حاجه بتتركب مع العيان، العيان هو اللي بيتحكم فيها. فقال لك البي سي اي انفيوجن ويزاوت كومبليكيشن، يعني الجهاز اللي هو بيتركب بتاع المسكن ده بنحطه بدون اي مضاعفات خالص. تمام. البيشنت اند الفاميلي، العيان والعيلته اندرستاند، بيفهموا بربوز السبب او الخصائص او اهميه اند اليوز اوف البي سي اي اللي هو الايه اللي هو البيشنت كنترول انالجيزي. بيشنت از جيتنج ادكوات بين ريليف، العيان بعد كده بقى بيقول لك انا عندي ان البين عندي بقى يقل، ويز كارنت كلوز، ويز كارنت كلوز يعني خلاص الالم بقى عندي يقل وخلاص ما فيش، ويز كارنت دوز يعني عن طريق الدور عليه، عن طريق الجرعه المناسبه. تمام. طيب قال لك في البيشنت از ريسيفنج ابيدورال انالجيزي، لو العيان ده بياخد بقى ايه يعني انالجيزيا مسكنات في الابيدورال يعني في الظهر يعني، لو انت تاخد مثلا انالجيزيا اللي هو مسكن اللي هو زي ما يكون مخدر كده بتديه في الظهر اللي هو بايه اللي هو بنج النصفي اللي بنقول عليه بنج النصفي، ده بيؤدي لايه؟ ده بعد كده قال لك لما تدي بنج نصفي لازم تقيم النمنس اللي هو التنميل ولا حاجه في تنميل ولا تنجلنج في الاكستريمتيز في الاطراف، اند ميتاليك تيست ان ذا ماوس، وشوف هل في طعم ميتاليك شكل المعده كده في بقك ولا لا، ليبل اول تيوبنج كليرلي، يعني حط كل التيوبس ليبل يعني حطهم زي ما كنت كده في حطهم في جدول كده وسمي كل انبوبه دي بتاع ايه. طيب قال لك ذي سيمبتومز، هذه الاعراض انديكيت ان الرجيك ريسبونس، لو موجود بقى اعراض اللي هي التنجلنج والكلام ده ديت الرجيك ريسبونس اور امبروبر كاستر بليسمنت، او انت حطيت القسطره بطريقه مش كويسه. ليبلنج اوف تيوبنج ان انت تسمي كل تيوب باسمها از نيسيسري، مهمه جدا تو بريفنت ان انت تمنع الان ادفرنت ادمنستريشن اوف الفلويدز اور دراج انزل ابجورا سبيس، يعني انت تمنع ان انت تدي الادويه او وي الفلويدز بشكل غير متعمد في الابجورا سبيس، في الابجورا اللي هو الحته اللي موجوده في الظهر من ورا. طيب كاستر ميجريشن اور امبروبر ادمنستريشن، اللي هو القسطره لو راحت مكان غير مكانها او امبروبر او انت اديتها غلط، ثرو ذا كاستر كان ريزلت ان ثريتنينج كومبليشن، لو انت اديت الكلام ده غلط هيدي لها ثريتنينج كومبليشن مضاعفات تهدد الحياه. فقال لك اول تيوب ليبل كل الانابيب موجوده في مكانها ومتسميه، نو ساينز اوف الرجيك رياكشن، مفيش اي اعراض للحساسيه او كاستر ميجريشن او اي حاجه للقسطره. فور البي سي اي اللي هو البيشن كنترول انجيزا اللي هو الجهاز بيتحكم في الالم ده، عند الابيدورال انالجيزيا وال الانالجيزيا اللي بتاخدها في اللي هو البنج النصف ده، كيب حاجه اسمها ناركان ريدلي افيلابل، حاجه اسمها ناركان ريدلي دي حاجه كده بنستخدمها في المستشفى، وبليس نان اديشنال انالجيزيا، ما تديش اي انالجيزيا تاني، ما تديش اي مسكنات تاني، ساين اوفر هيد تو اوف البيت لغايه اما الاقي عين ايه يبقى موجود في السرير. قال لك ان ايفنت اوف ريسبيراتوري ديبريشن، لو في ريسبيراتوري ديبريشن في مشكله في جهاز التنفسي، ريفرزر ايجنت ماست بي افيلبل، لازم يكون تدي ايجنت عامل ضد اللي احنا استخدمناه. ذيس بريفنتس، وده هيمنع الان ادفرنت انرجيزا او اوفر دوز، وده هيمنع ان تدي جرعه زياده من الايه من المسكنات. قال لك الناركان اون انتل اف نيدد ساين بليسد ان الروم اوف فور سيفتي، يعني الكلام ده كله بطيخ. تمام. انا حبيت اقراه لك عشان نزول الدكتور بقى شرح، انا شرحت كل حاجه في الشطر ده، لكن اللي انا
عايزهم الشابتر ده، اللي انا ليه اهميه عندي من الشابتر ده اللي هو في الاول خالص، اللي هو البيدياتريك تروما. يعني ايه بيدياتريك تروما؟ الديفينيشن، السبيشال كونسيدريشن، ازاي امنع التروما، الكوز اوف تروما، المانجمنت اوف التشايلد زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت بالظبط، هتعمل ايه الكلام ده. لكن الكلام الجداول اللي انا قلت لك عليه ده كله، عباره عن قرايه، انت زي ما تكون كده ايه بنقضي واجب وخلاص. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.